اليوم ان شاء الله امتحاننا، اليوم امتحاننا بالزد ترانسفورم وبالكوريليشن. امتحاننا بالزد ترانسفورم وبالكوريليشن. اول شيء بالنسبه للكوريليشن، بالكوريليشن احنا عندنا الاوتو كوريليشن والكروس كوريليشن. طبعا تعرف احنا شرحنا بالمحاضرات انه الاوتو كوريليشن هو شنو يعني، هو سيجنال ويا سيجنال، والكروس كوريليشن هي سيجنال ويا الريفلكشن مالته. هاي شرحنا الفرق بين الاوتو كوريليشن والكروس كوريليشن. وش قلنا بعد همينه؟ قلنا الكوريليشن يشبه الكونفوليوشن بالرياضيات ماثماتيكال، يعني بيشبه لان هو هم جدول وهم نشتغل عليه. بس بالنسبه للكوريليشن الصيغه او التطبيق العملي له فهو نهائيا مختلف عن الكونفوليوشن. كونفوليوشن سيجنال سيستم، الكوريليشن قاعده تتعامل ويا سيجنالات. زين، هاي شنو هاي بالنسبة للتطبيق العملي. بالنسبة للتطبيق الرياضي شلون حيكون؟ حيكون بكل سهولة اختارينا أسهل طريقة اللي هي طريقة الجدول. فراح تقول لي شلون طريقة الطرق الباقية؟ قلت لك أنا صح شرحت لك إياها بالمحاضرات، شرحنا المعادلات شرحناها كلها بالتطبيق مالتها. بس ايش قلت لك بالأخير؟ قلت لك بالأخير أنا بس أقول لك اعطيني نتيجة الكوريليشن سواء كان أوتو أو كروس. فانت حتعتمد عليها، هي حتعتمد على طريقة الجدول اللي هي اسهل ما يمكن. زين، هاي شنو؟ هاي بالنسبة للكوريليشن. بالنسبة للزد ترانسفورم احنا ايش قلنا؟ قلنا كل ما يقول كلمة زد ترانسفورم، كل ما يقول كلمة زد ترانسفورم افتهم انه انا قاعدة دا احول المعادلة من الاكس اوف ان الى الاكس اوف زد. وكل ما يقول انفيرس زد ترانسفورم افتهم انه انا قاعدة دا احول المعادلة من ان من 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 اندوميان الى شنو؟ الى زد بلين. فاذا شويه لازم انتبه انه انا دا اشتغل زد ترانسفورم لو دا اشتغل انفير زد ترانسفورم. الزد ترانسفورم بالنسبه للزد ترانسفورم عندي شنو؟ عندي جدولين. هاي الجدولين اخذناهن، هذا الجدول وهذا الجدول اخذنا من عنده كم نقطه، وهذا الجدول كله، هذا التيبل كله اخذناه. وش قلت لكم؟ قلت لكم هذا التيبل جدا مهم، هو وهاي الثلاث نقط هنا او نقطتين هنا اختاريناهم. قلت لكم هذا جدا مهم ليش؟ لانه يعني هو السؤال يجي عليه، يعني انا اجيب لك نقطه من هاي التيبل بس ما راح اجيب لك اياها صريحه وواضحه. حاعتمد على منو؟ راح اعتمد على البروبرتيز اللي عندي. البروبرتيز اللي عندي اللي نزلت لكم اياها، هاي البروبرتيز اللي هي زد ترانسفورميشن، بروبرتيز اوف زد ترانسفورميشن نزلت لكم اياها. وش قلت لكم؟ قلت لكم كل تعتمدون، يعني انا مثلا اذا اريد اجيب لك النقطه حجيب لك اياها هي الاصل مالتها تيابل، النقطه الاصل مالتها تيابل. بس تعتمد على منو؟ تعتمد على الشفت، تعتمد على البروبرتيز. تعتمد يعني انا اجيب لك النقطه من التيابل بس التغييرات اللي بيها منين؟ اجيب لك التغييرات اللي اجيب لك اياها من البروبرتيز. فبالنسبة للامتحان ايش حيصير؟ حجيب لك تحويل، اجيب لك نقطة اقول لك شنو تحويلها، هذا تحويلها لو هذا تحويلها لو هذا تحويلها لو شنو تحويلها بالضبط. فانت ايش حتسوي؟ انت راح تحول، تقعد السؤال اللي اجيب لك اياه تقعد تحولها. طبعا ما عندك غير شغلتين، تستعين بالبروبرتيز وتستعين بالتيابل. تقعد تحولها وتقعد تشوف يا اختيار من الاختيارات الصحيح. ربما يكون اكو واحد منهم صحيح، ربما يكون ولا واحد صحيح كاتبته اني. فهذا شنو تعتمدها؟ تعتمد على طريقة حفظك للجدول وللبروبرتيز. ايش قلت لك هم؟ قلت لك لازم انت تحفظ الجدول والبروبرتيز. هو صحيح الامتحان هسه اوبن بوك، بس امتحان الفاينل راح يصير تحريري، فما بيها مجال. لازم تحفظ لي هذا الجدول وهذا البروبرتيز حتى تقدر تحل. حتى اذا كان الامتحان اوبن بوك احسن ما تقعد تدور بالجدول، تدور يا نقطه هاي تابعه لهاي خو احفظها، لان هي كم نقطه خو احفظها. احسن ما تقعد تدور بالجدول اللي هي هاي يا نقطه، واحتمال تقعد الجدول تشوفه هسه واحتمال تلقي بيه فد افكار الاخرى هاي ضمن الامتحان. كل هذا ياخذ لك وقت. لهذا شو اقول لك اني؟ لهذا اقول لك اني احفظ الجدول. زين، احد عنده سؤال؟ اي هو احد عنده سؤال؟ اهلا اهلا بك. زين، اي هي اتي. اي
اللي هي 2 للان، اللي هي رقم اي. صحيح. ها مو هو نفس، هي هاي بالجدول، هي بروبرتيز من هذه نفسها. انت لو تقعد تشتغل هذه لك زيت على اي، تصير زيت على اي، تنزلها راح تطلع لك نفس بالضبط نفس الجدول. تريد تبقيها زيت على اي، تريد تكتبها مثل الجدول براحتك، هي نفسها نفسها. لا هي بالجدول تطبيق الهاي، يعني قصدك انت هاي. اوقف بس لحظة، بس شوي خليني افكرها. افتهمتي؟ افتهمت عليك. مثلا عندك هاي اي رقم، مثلا عندك هاي رقم للان يو اوف الان، شوف شي يقول لك 4 في زد على زد ناقصا هذا الرقم، يعني عوفك هاي 4 لين هنا اكو 4 هنا اكو 4، فش حصير زد على زد ناقص اي. لو تجي تسوي نفس الطريقة، تقسم على اي على اي وهاي تبقيها واحد، وتضرب لازم في واحد على 4، فهنا راح تصير يعني تضرب في واحد على اي، هنا راح تصير عندك الاي، يعني هاي والبروبرتيز هي وحدة. بس هو هنا مختصرها، هنا مرتبها، مرتب شكلها هنا كلام بقي زد على اي. ها جاوبتك؟ صحيحي صحيحي. اي اي لا بع مثلا، لا لا بع مثلا، بع مثلا. افتهمت سؤالك، افتهمت سؤالك. يعني مثلا هسه انت لو تجي على هاي النقطة، لو تجي على هاي النقطة، هاي نقطة هي ايش بيها جاية؟ هاي نقطة جايتني من بروبرتيز، صحيح؟ هاي النقطة جايتني من بروبرتيز. لو تجي على هاي النقطة، هاي النقطة هاي مو من بروبرتيز، لأنه بالنسبة لعملية الشفتنج، الشفتنج تقول تجي بس على اليو اوف الان، ما تصير على الاس الفوق، تجي بس على اليو اوف، فهاي مو بروبرتيز، بس هاي بروبرتيز. زين لو تجي على هاي وهاي، هسه ثواني، لو تجي على هاي وهاي راح تلقيها هم بروبرتيز. زين تريد تحفظهن، تريد هاي براحتك، يعني شو قصدك؟ ها الأربعة ايش بيها؟ ها لا عاد يلا اي اي لا هو تشفيت. افتهمتك افتهمت. ب نعم زين شوف بقى، افتهمت عليك. هو بالسؤال ايش راح يجيب لك؟ لو راح يجيب لك يو اوف الان، لو راح يجيب لك يونت امباس. بالحالتين انت تحول، يعني تعتبر هسه مثلا هاي ناقص، مثلا هسه هاي يونت امباس ناقص 2، بالحالتين تعتبرها هاي ناقص 2 ما موجوده، قبل تضرب زد ناقصا 2 وتحول التحويل اللي عندك، يعني قيمه الشفتنج اللي موجوده بين القوسين بس تشيلها وتحط زد ترفعها لهاي القيمه، سواء كانت يونت امبلس اي سواء كانت يونت امبلس او يونت ستيب. يعني مثلا لو كان عندك هنا يونت ستيب ان ناقصا 4 مثلا، فش حصير؟ حصير زد ناقص 4 وتحول زد على زد ناقص 1، يعني تضرب نفس التحويل زد ناقص بالضبط، تبقى نفسها بس اضيف قيمة التشفيت، اكتب زد مرفوعة الى قيمة التشفيت. وطبعا قيمة التشفيت يعني هاي صار كم مرة، يعني هاي لا هاي انا مسويت لكم اياها زين زائد، لانه قبل كنت دائما اعطيهم ناقص ناقص وبعدين اعطيهم زائد. قيمة التشفيت تعرف، التشفيت هو مثلا احتمال يكون ناقص واحتمال يكون زائد، فعادي يعني اذا زائد اضربه في زائد 5 واذا ناقص اضربه في ناقص 2. شفت شنو؟ كنت دائما يعني لانهم متعلمين على الناقص ناقص، فكل تسوي لهم زائد ناقص كذا، مرة جبت لهم زائد هم كتبوا لي ناقص، يقولون انت كاتبة لنا كلها ناقص، فقلت لهم لا يعني انا بالامثلة هي هيك صارت، بس هي تشوف اذا اكو ناقص تحط ناقص، اذا اكو زائد تحط زائد. بس اريد بعد انوه على شغلة الاخ، شوف هذه يعني قصدي شوف هاي مو شفتنج، هاي مو شفتنج،
لأنه الشيفتنج هي بس يو اوف الان ناقصا واحد، يعني هاي من ان ناقص واحد هاي مو شيفتنج، يعني هاي وهاي هاي مو شيفتنج، هاي مو بروبرتيز، هاي بالتيبل. ليش؟ لأنه لو بروبرتيز كان صارت اثنين للان يو اوف الان ناقص واحد، بس بما انه هنا ناقص واحد، هنا ناقص واحد، لأن هاي شنو ترجع؟ هاي ترجع النقطة رقم سبعة بالتيبل، هذا تحويلها. عرفت شلون؟ ها عيني؟ ها الان هي الان 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 هي الدوميان مال ديسكريت تايم، يعني هاي الان ما تتغير، تبقى ان اي، لا لا تبقى ان ما تتغير اي، بس شنو تكون كلش دقيق بيها، خصوصا وين؟ خصوصا هسه انا شفت الصباحي عندهم هاي الان هنا شوي، بس خليني اقلل هذا، عندهم هاي الان ما مضبطيها. شوف هاي الان هنا هنا ترى اكو ان يو اوف الان، اكو ثيتا واكو ان يو اوف الان، زين يعني بعملية التغبيط شوية بالجدول، شوية بالجدول ركزوا بيها، يعني خل اكبرها بعد، يعني هنا اكو شنو؟ اكو اثنين مرفوعة للان كوساين ثيتا ان يو اوف الان، هي هاي التحويل مالتها، تحويلها شنو؟ تحويلها زد زد ناقصا هذا الرقم، مثلا هنا شنو عندك الرقم؟ اثنين مرفوعة للان، اكتبها هنا اثنين كوساين ثيتا على منو؟ على زد تربيع ناقصا اثنين زد كوساين ثيتا زائدا اثنين تربيع، مثلا 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 اذا انا اجي اكتب لك هنا يو اوف الان ناقص واحد، لازم تضربها في شنو؟ في زد ناقص واحد. عرفت شلون؟ لازم تضربها في زد ناقص واحد، وهكذا. شوف شنو هي البروبرتيز اللي جايبت لك اياها، بس بار حسه هاي اثنين ان، هاي ترى همين بها بروبرتيز، لان هي اثنين مرفوعة للان، مو صحيح؟ فهو هم نقسمها، بس بالاخير بالنتيجة تعدك هي بالجدول قبل فتنزلها من الجدول. هو هاي اللي نحلها، يعني هاي امثلة. والله ما تحتاجون كتابة، يعني هي هو هذا المثال، يعني هو 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 هذا التيبل، وهذا اللي اشرح لك اياه. حتى هاي مو اول مره، هاي مراجعه. لا ليش؟ ليش لا ليش؟ شرحناها هوايه. اي ماشي. ما اعرف يعني، زين والفيديو اي ما ادري والله، يعني ما ادري مو اني اكتبهن، بس ما اتوقع يعني هاي من انا مسحتهن، ما مسحتهن هذا هسه كتبته اليوم، بدي اشرح لكم اياه هسه على بالي، يعني هذا ما صحتهن. زين ليش انا اسيبه وانقله؟ نعم هم هسه هم دا يقولون كلهم، ماشي يعني، بس ما يعني هسه موجودة عادي، ترى اذا تريدون تطلعوها بال يعني بالتيابل، طلعوها بالتيابل وشوفوها وحلوها بيدكم هم، يعني بس ما يخالف. مرة أخرى ما استخدم أصلا هاي طريقة المايكروسوفت، يعني ما استخدم هاي طريقة الباوربوينت، لأن يعني هم دام دا تنخزن وما دا يعني من دا تنخزن ما دا يعني أنا أسيبها وأرفعها، فإذا من دا أسيبها ما دا أرفعها بعد ما أسوي هاي الطريقة، بس هي موجودة إذا تريدون. هو يعني هي ما يعني أنتم يعني شوية مستصعبيها، مستصعبين التيبل والجدول، التيبل والبروبرتيز. لا باوع شوف باع، تعرف شنو؟ تعرف شنو؟ تعرف شنو انا شو اسوي؟ شو اقول؟ اقول اذا هاي النقطة، لا لا ما مش شابه، هي جدول، هو هذا جدول، يعني هذا مو من عندي، هو هذا زيت ترانسفورميشن مو من عندي، يعني
هي بيها جدول هاي بروبرتيز وبي هذا التيبل، وانا كل شيء هواي نقاط حذفت لكم ترى من هين. اي مو هاي شرحت المحاضرة السابقة، اذا تحب ارجع لها تلقيها نفذتهن. ارجع للاسبوع الفات حتلقي، ارجع لا ارجع للاسبوع الفات راح تلقي انا نفذت لك الرابطة الجدول بالبروبرتيز ومنطي هواي امثلة. زين بس احنا وين وصلنا، وين وصلنا انمار؟ بس عندنا ها قلت لي شلون اخربط انه اني عندي استخدم البروبرتيز لو استخدم الجدول. باوع انت شلون شو اقول شو اسوي؟ اقول اذا كان الجدول، اذا كانت النقطة اللي مطيني اياها هي قريبة للجدول، ليش دا اروح للبروبرتيز وهي اصلا موجودة بالجدول؟ فاكتبها مثل الجدول. بس اذا لقيتها هي مثل الجدول بس بيها في التغيير، فهذا التغيير اكيد ما جايبه هو من قلبه، اكيد جايبه من البروبرتيز، حرجع له يا اشوف يا بروبرتيز جاي من عنده راح احله عليه. فان هيك كنت اقول اذا تلقي النقطه اللي منطيك اياها، اذا تلقيها للنقطه اصلا هي موجوده بالجدول، راسا طبق الجدول. اذا لقيت النقطه لا ما موجوده هي موجوده بالجدول بس اكو تغيير عليها بالبروبرتيز، فارجع استخدم البروبرتيز. فهمت علي؟ يعني وين ما تلقي، تتذكر احنا هاي البروبرتيز الخامسة هاي مشتقة اللي قلت لكم اذا تريدون تعوفوها وترجعون بس للجدول رجعوا بس للجدول، فاللي هي هاي هي هاي بروبرتيز، بس بما انه قلت لكم هي موجودة بالجدول فتظل استخدمها من الجدول، ظل اشتغلها على الجدول. حتى بالنسبة لهاي هاي النقطة اللي قلت عليها وينها هاي ام الهاي، فهي بما انه موجوده للجدول فماني ما اتعب نفسي، اتعب نفسي واروح للبروبرتيز، هي موجوده للجدول فقبل اطبقها من الجدول. يعني مثلا لو جايبت لك هنا أنا رقم 2 مرفوع للان وجايبت لك يو اوف ماينس ان، 2 مرفوعه للان يو اوف ماينس ان، فهاي شنو معناها؟ انت ايش حتسوي بالبروبرتيز؟ معناها حتسوي كل سيت حتسويها شنو؟ حتسويها انفيرس، فانت راح تطبق هاي النقطة وكل زد شو تسويها؟ واحد على زد، وها هي. ها فهمت علي؟ يعني بقى مثلا اجيب لك 2 مرفوع للان يو اوف الان، انت ايش حتقول؟ حتقول هاي اصلا التحويل مالتها هي زد على زد ناقصا 2، صحيح؟ هذا التحويل مالتها. زين لو اجي انا احط لك هنا ناقص واحط لك هنا هم ناقص، لازم اذا احط لك بس هنا ترى دير بالك، لان هو الماينس يقول على كل الان، هو شو يقول بالبروبرتيز؟ يقول اكس اوف ماينس ان، يقول اكس اوف ماينس ان حتى تحولها للاكس اوف زد، فش تصير؟ تصير اكس اوف زد على هذا الرقم، مو صحيح؟ اصير عفوا واحد على زد، تصير واحد على زد، تصير حصير واحد على زد. زين فشنو من دا يقول لك اكس اوف ماينس ان؟ يعني شكو ان موجوده بالسؤال، شكو ان موجوده بالسؤال، حتصير قدامها شنو اشاره؟ حصير قدامها اشاره ماينس. فاذا اجيب لك هنا 2 يو اوف ماينس ان وحدها، فانت بعد اكتب اي اذر، اكتب اذر، يعني هاي يعني هاي اصلا هذه النقطه ما موجوده بالجدول، يعني اذا 2 للان يو اوف ماينس ان ما موجوده بالجدول، يعني هاي انا من عندي كتبتها، فهاي ما لها تحويل. هو انا من حطيت لك الاذر تقدر تختار الاذر، لان هاي اصلا ما موجوده بالجدول. لا الاذر موجوده والله، كل ما احطها اتذكرك. فشنو؟ فتشوفها ما موجوده هاي بالجدول، فايش وقت تعرفها موجوده بالجدول؟ لان القاعده شو تقول؟ اكس اوف ماينس ان، اكس اوف ماينس ان، فشو تسوي بما معناه؟ بما معناه لازم اكو هنا ماينس ولازم اكو هنا ماينس. يلا يصير شنو؟ يلا يصير هذا التحويل. التحويل شي يقول اذا هنا ماينس وهنا ماينس سويها واحد على زد، فايش حصير؟ واحد على زد هناني وحصير واحد على زد هناني. ها واضحه؟ بينما اي بينما لو اجي اقول لك 2 للان يو اوف الان، انت قبل ايش راح تكتبها؟ حتكتبها قبل تقول عليها هي شنو هي؟ قبل تكتبها اي زد على زد ناقصا، قبل تطبق القانون. ف
فتش انا تشغل تقول القاعدة الاساسية اللي ببالي مثبتتها هي قاعدة التيبل. اشوف النقطة اللي ده تجيني تشبه منه بالتيبل، اكيد تشبه وحدة، اطبق عليها، اشوف شن طبق عليها هو يا بروبرتيز هي ما بيها، لو ماينس، لو الرقم اللي مرفوع كذا، لو يعني ما بيها هواية شغلات، يعني يمكن اربعة زين. فاقول هو مطبق عليها يا بروبرتيز من ذني الاربعة، طبق عليها مثلا هاي البروبرتيز، اذا هذا حلها على الجدول، هذا حلها موجود، حلها كاتبته كاتبته، ما كاتبه حلها ها هي، او هي من جايه مسويه ماينس، ما من طيب نقطه ما موجوده بالجدول فهاي ما تنحل. عرفت شلون؟ هاي الطريقه، هاي يعني هذا كل ما في التحويل اللي هو بس حتى يعني تصيرون بالصوره، فهو تحويل، انا جبت لكم كل ترى هوايه تحويل من الان للزد، يعني هذا التيبل والبروبرتيز جابت لكم اياها هوايه حتى تكونون بالصورة، يعني هاي التيبل والبروبرتيز جابت لكم يعني أكثر رسالة من عندها. زين، بعد شنو عندنا؟ بعد عندنا بالنسبة للإنفيرس، من أقول لك زد ترانسفورميشن، أنت تعرف بدك تحول من الآن للزد. من أقول لكم إنفيرس زد ترانسفورم، رأسا تحط ببالك بدك تحول من الزد للآن. هذا ما جايبت لكم من عندها، بس أشرح لكم إياها على الأسبوع الجاي، إني أنا أشرح لكم إياها. زين، بالنسبة للبارشال فراكشن، بالنسبة للانفيرس ترانسفورميشن، أخذنا الطريقة الأولى اللي هي طريقة شنو؟ اللي هي طريقة البارشال فراكشن، اللي هي طريقة البارشال فراكشن. بالبارشال فراكشن أخذنا شنو؟ أخذنا على الأقواس، هذا قوس، أخذنا إذا كانت قوسين، وإذا كانت أكو رقم موجود أقواس، وإذا كان أكو قوسين، وهاي الأقواس نجزئها. أعطيكم إياها، خلوها هاي أعطيكم إياها على الأسبوع الجاي حتى ما تدوخون. المهم هسه أنتم شو تسوون للامتحان؟ الامتحان ساعة بالتسعة، حتى ما تدوخون، هاي خلوها على الاسبوع الجاي. بس تمام، لا لا ما جبت لكم اياها، ما جبت لكم اياها، لا انا دخلتها انا بالامتحان داخل، بس ما جبت لكم اياها، بس هسه يعني خطيه اخاف شفتكم مرتبكين حيل على الجدول. جبت لكم جدول وجبت لكم بروبرتيز، دمجت لكم هواي بين الجدول والبروبرتيز، وكورليشن جبت لكم همينه، كورليشن جبت لكم كلش سهل يعني مساعدة، وجبت لكم لا 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 والله جبتها، والله كلش حاولت اجيبها شوية واضحة، بس شوية يراد واحد يركز، تعرف ليش؟ اي هو لا هو يعني انا جبتها سهلة، بس شنو من دا اكتب المشكلة شنو صارت عندي؟ من دا حتى جبت لكم يمكن 9 نقاط لو 8 نقاط اقل من 10. ليش؟ لانه المشكله من دا اكتبها بالوورد ودا اجي انقلها على الـ على الـ على الفورم، من دا انقلها على الفورم ماذا تصير مثلا زد تربيع، ماذا تصير زد تربيع الا اكتب زد شلون بالبرمجه، زد مرفوع 2 ماذا تصير عندي هيجي. فهاي قلت خطيه حتربكهم، فاني نصيحتي لك بالامتحان، ثاني فاتحه تسجيل، هذا كله بدي احكيه بالتسجيل، بالامتحان جيب ورقه وقلم يمك وحاول تكتبها بالطريقه اللي انت حافظها، لان انا كتبتها بالوورد، جيت انقلها على الفورم بدها تتخربط عندي شكلها ما دا اعرف لويش، فكتبتها من شلون طريقه البرمجه زيت مرفوعه زيت مثلث الى 2 حتى من تشوفها لا ترتبك. زين، وجبت لكم كورليشن نقطه، وجبت لكم شنو بلا بعد كورليشن نقطه، ها وجبت لكم يعني ال بعشانكم يعني اي مثلا شويه مبدا من مبادئ مبدا من مبادئ يعني شنو هو الترانسفورميشن، هو شنو الزت ترانسفورميشن، يعني شي نقطه هيك اعتياديه يعني مو حل بيها، وهاي اتوقع جبت لكم نقطتين هيك اعتياديات ما بيهن حل يعني، وثمان يمكن 9 نقاط او 8 نقاط جبت، حطيت يمكن على نقطه درجتين، قلت لانهم على مود على كيفهم شويه يحلوها. واضح؟